أنا مقدر شعورك تجاه هيك قرار صعب، بس بالنهاية لازم تقرري، حتى لو حسيتي حالك منكسرة ومارة تحت ضغط كبير، ولو كان الطرف الثاني عم يحاول يستغلك ويدمر حياتك، حاولي تساعدي حالك. يعني فيكي تاخدي الأمر بصورة تانية. مو زوجك خانك معه؟ هالشي بيساعدك لتاخدي هيك قرار حتى لو ما كنتي بهالوضع. بصراحة على حسب الشكوى اللي قدمتها ضدك من الناحية القانونية، جرم تتعاقبي عليه سنين، لهيك بنصحك تفكري منيح بالشرط قبل ما ترفضي، لأنه بهالحالة ما فيني أوعدك حتى لو قدمت نقد للحكم بهالوقت إنه المحكمة تطالعك براءة أو تصدر حكم تخفيف عقوبة، لهيك حاولي تفكري منيح. جميلة خانم، رح حاول، بس طبعا بدي شوية وقت. جميلة ما قبل تطلق منك انت؟ معناها بضل هنيك هي، مو كان بده يقتل انا؟ انا بسامح بس هي ما بده. الموضوع مو سهل، كم مرة بدي لك طولي بالك رح نلاقي حل، ولا ما فيك تصبري شوي؟ شو صار لك؟ خلص علي روح، انت ما بيفكر شو انا بدها. انا ما بيهمك، انت ما اسأل كيف وضعه. بارح انت ما اجيت لحالي انا كمان، تارك انا عم بموت. بارح ليش ما اجى لعند انا؟ لانه مبارح رحت لعند الاولاد. ولا انت ما بدك تفهمي وتطولي بالك علي شوي؟ يا الله، وانا شو بساوي بهالوضع؟ لك حاجة تنقي فوق راسي، انا اللي ما عاد اتحمل شي، خلصنا بقى. شو هاد؟ لوين؟ عالباخرة. ليش؟ عندي شغل. لا تروح. ليش تروح؟ بدها تجينا قطعة تبديل من امريكا، ماشي؟ لهيك ماني فاضي للعي تبعكن، عم تفهموا؟ لا تتركني، خليك جنب أنا. أوكي. كارولي، تعا حبيبي. طولي بالك علي، ماشي؟